هذا الالتقاء بين الطيارتين يظهر تطويع الطيار السعودي للآلة. المسافة بينهما مترين أو ثلاثة. 30 دقيقة أمضاها الحضور في مشاهدة عروض الطيران في الخبر، نصف ساعة مختلفة كلياً في مشاهدات هؤلاء الناس مما مر في حياتهم، دقائق سيبقى لها أثر في الذاكرة. وفي الخبر كان أول عرض للصقور السعودية قبل نحو 10 أعوام، قبلها لم يكن الجمهور مطلعاً على قدرات القوات المسلحة كاليوم. شاهد معي هذه الدهشة على الوجوه، وهي الرسالة التي أريد لها أن تصل إلى الناس ليروا جانباً من قدرة القوات السعودية المسلحة، القدرة والقوة والتحدي. أحس بالفخر طبعاً، أنا جالسة أطالع وأطالع هالأمة الموجودة، يعني هالروح الوطنية للناس الموجودة هذه، صراحة فعلاً يعني شعبنا وحكومتها تستحق هذا المجموعة وهالحشد من الناس. شيء والله يثلج الصدر بأمانة على هالاستعراض القوي والحلو، يبهج الإنسان صدره. القلب الكبير نشيد السماء على خارطة الأمنيات والطفولة. حلا، وش شفتي اليوم؟ وش حسيت فيه؟ فخر الوطن. نعم. وش يعني تحس الآن قاعد تشوف هذا العرض الجوي المميز؟ أحس إنه وناسة وأحس بالفخر. شعور بالفخر والامتنان لهذا الوطن، والحمد لله العرض جميل للأمانة. حلق بكل امتداد الحب للشفق يا موطنا سطر الإنجاز في الأفق. لحظات نقشت على ملامح الغيم، عروض الأبطال والنبضات المحلقة. الفخر والاعتزاز بالوطن هو سيد الموقف هنا. لحظات من التأمل بعيون وطنية عميقة. للإخبارية محمد الحمادي، الخبر.